انا ابن اخت هاد الضحيه هذا اللي حاول الانتحار اليوم، اللي عانى من الاهمال في هاد المستشفى ديال محمد الخامس السادس بمدينه طنجه. حنا تقريبا من 6 الصباح حنا مع هاد السيد هذا، هي الابنه ديالو دابا راه مشات دير كوسطه ومشات تعلم البوليس حيت ما عطاونا عليه حتى شي خبر. هاد السيد هذا تعرض لاعراض ديال كوفيد في الدار ديالو، جينا لعندو نشوفوه، قال لك خصو يمشي للسبيطار، جبناه ديناه السبيطارات ديال الفلوس، قال لك لا ما يمكنش نقبلو، ضروري خصو يمشي لمحمد السادس. جبناه لمحمد السادس ما بغاوش يدخلوه في الاول، من بعد واحد المحاولات اللي هي كبيره دخلوه، داروا له التنفس. المهم قال لك التحليله دابا شي 4 ايام، دابا 4 ايام مازال ما خرجات، حنا ما بقينا فاهمين والو. دابا السيد قال لك حاول ينتحر، هادشي قرينا حنا غير في الصحيفه، حنا النهار كامل وحنا معاهم كنسولهم، كيقول لك بخير لاباس مزيان، هاد السيد ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه والو، راه مزيان ومخير مع راساته. والوقيته اللي دار فيها الانتحار حنا كنا حاضرين ولكن ما علموناش، مشينا للدار ديالنا باش نجيبوا شي حويجات ونجيو، فاذا بنا كنقراو في واحد الصحيفه في واحد الجريده بان هاد السيد المواصفات ديال الخال ديالي انه حاول ينتحر. جينا لهنا نكرو في الاول، قال لك لا ما كاينش هذا الشيء، من بعد المحاولات والعائله كامله تجمعات، قال لك اسيدي فعلا يلا سيدي وورينا هذا السيد هذا اللي حاول ينتحر. قال لك اسيدي واحد السيد هنايا ما عندوش الصلاحيات، هو راه الداخل، قال لك ما عنده لا صلاحيات حتى ديال شي حاجه، وما عندكش اخي الصلاحيات، عيط للمدير، عيط لشي واحد، صوروه لنا، ديروا لنا نشوفوا هذا السيد هذا واش حي ولا ميت. دابا حتى المخالطين ديالو ما داوهمش، ما فهمتش انا، واش الناس مريضه بكورونا جات لهنا عانت من واحد الاهمال. دابا انا الخال ديالي كيعيط لي، انا هو الداخل وانا برا كيعيط لي، كيقول لي كل ساعه هزني من لهنا، هزوني من لهنا، تدخل لي، شوف كيفاش دير، راه ما كاين لا تعامل لا والو، راه غادي نموت، راه غتوقع لي شي حاجه، وكيقول لي شوف راه بحال والو، تجي تلقاني غدا ميت، راه الا ما درت شي حاجه تجي تلقاوني ميت. حنا كنصبروا فيه، كيقول لي ما تصبرش فيا ما عارف والو، انا اللي لداخل، انا اللي عارف شنو كاين. وحنا كنصبروا فيه، علاش؟ عندنا ثقه في هاد الناس هادو، في هاد المسؤولين هادو. والسيد حاول ينتحر، نقص من الدوزيام ايطاج، قال لك ما وقع له والو، قال لك داروا له الراديو، داروا له السكانير، داروا له كل شيء، السيد ما فيه حتى شي حاجه. انا دابا الا مشيت تحت غير من هاد الدرجه هادي غتسحرقني رجلي، هذا طايح من الدوزيام ايطاج، ما وقع له والو. وريونا هاد السيد هذا، لا ما يمكن لكمش تشوفوه، ما عندنا حتى شي صلاحيه. شكون سيدي اللي عنده هاد الصلاحيه دي؟ الله اعلم. فين هو المدير؟ الله اعلم. شنو غديروا معاه؟ قال لك سيدي سير دير شكايه. واش عباد الله هذه 12 الليله نمشي ندير شكايه؟ عندما نمشي ندير شكايه. شكون هادو اللي نمشي ندق عليهم ندير شكايه؟ دابا هاد الناس مسؤولين خصهم يكونوا غير حاضرين. عندك من الفرمليه انا كنهضر معاه في الاوديو، كنقول له شنو نجيب لك؟ كنسمعو كيقول لها عفاك بنتي جيبي لي تشانكله، قالت له نو جيبها لراسك. هذه انا سمعتها، هذه انا سمعتها. والسيده عندها وظيفه ديالها كتخلص عليها، نورمالمون خصها دير ديك الخدمه. السيد راه رجل سلطه وراه خرج دابا تقاعد، وحياته كامله دوزها مع السلطه ومنضبط بشهادات الجامع ومتقي الله وكيخاف الله. انا منين قالوا لي هذا السيد حاول ينتحر ما تيقتش، حيت انا كنعرف السيد مؤمن ومنضبط، هو دائما كيوصينا كيقول لنا ديروا الكمامات ديالكم، تبعوا المسائل ديال هذا، يعني واحد الالتزام كبير دائما في التليفونات، عندك وتخرجوا بالدار بلا كمامات، عندك وتجي في الاخر تسمع بانه حاول ينتحر. علاش؟ انا ما صدقتهاش حيت عندي واحد المعرفه كبيره بهذا الخال هذا، يعني دائما معاه، علاش غينتحر هذا السيد هذا؟ شنو هي الدوافع اللي خلاته ينتحر؟ ما فهمتش انا كيفاش قدم على الانتحار. والله لدابا عاوتاني خرج واحد السيد قال لك البركه في راسكم، على اساس بان السيد توفى. شي شويه خرج واحد من تما، تا بداو كيغوتوا الاخوات ديالو هنا والاخ ديالو بداو كيبكيو هنا، خرج قال لك لا السيد راه مزيان بلا ما تخلعوا عليه، انا كنأكد لكم بان السيد راه مزيان. واحد كيقول لك البركه في راسكم، دابا انتم حطوا راسكم بلاصتنا، حنا شنو غندير؟ واش نتيقوا هذا السيد اللي قال لك البركه في راسكم؟ واش نتيقوا هذا السيد اللي قال لك السيد راه مزيان؟ شنو غنديروا؟ دابا حنايا هذا الخال ديالنا، هذا راه لحمنا ودمنا، يعني الخال والد، راه خصنا نعرفوا هذا السيد هذا شنو واقع له. حنا جبناه يتعالج من كوفيد صافي، وسيدنا موفر لنا الامكانيات وكاين الصندوق والحمد لله، يعني البلاد راه غادا مع هذا كوفيد هذا، يعني كاين واحد، حنا كمواطنين كنحترموا هذا
هاد الاجراءات اللي كديرها الدوله، ولكن انا ما كنلومش المسؤولين، انا كنلوم بعض المسؤولين اللي ما كيديروش الخدمه ديالهم، سواء كان مسؤول كبير ولا صغير. انت كمدير مؤسسه عندك حالات انتحار، راه خصك تعيط للعائله ديال الضحيه هذه وتشوف تفسر معها وكيفاش وقع هذا الشيء هذا. الله اعلم اختي. دابا حنا اذا كنتواجدوا كاملين بين العائله ديالو كامله، وكاينه عائله جايه في الطريق، كل شيء راه جاي. هاد الناس هادو ما عطاونا حتى شي استفسار، ما عطاونا حتى شي حاجه، حنا بغينا غير شي استفسار، واش هاد السيد عايش ولا ميت ولا شنو واقع له؟ بغينا نعرفوا الخال ديالنا فين وصل عباد الله. دابا انت كتشوف حنا واقفين برا السبيطار، ما عندنا حتى شي معلومه عليه. واش هذا فعلا حاول ينتحر ولا ما انتحرش؟ واش مات ولا؟ والله اختي ما عرفنا. وتا هاد المخالطين ديالو اللي هي الابنه ديالو والراجل ديالها اللي هما عايشين معاه في الدار، هاد الناس هادو راه خص يتدار ليهم يعني التحاليل والمسائل باش يعرفوهم، واش هما من الصباح هما معانا ما سولوش فيهم كاع. وهي الابنه ديالو هي جات دابا مع الزوج ديالها في الطوموبيل، مشات علمات وهي جات. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. حنا كنقولوا كاين بعض المسؤولين اللي ما كيديروش الخدمه ديالهم، وحنا بغينا هذه البلاد تزيد القدام، بغينا كل مسؤول اللي هو مسؤول يدير الخدمه ديالو كما هي، فهمتيني؟ وماشي غير المسؤولين، حتى المواطنين خصهم يديروا الخدمه ديالهم، اللي هي انهم يحترموا هذا الكوفيد وما يخرجوش للزنقه. وهذا المرض هذا راه كاين، حيت كاينين شي عامه ديال الناس كيقول لك هذا المرض هذا راه ما كاينش، وانا كنأكد لكم عباد الله بان هذا المرض هذا راه كاين. وانا راه يعني صاحبي الروح بالروح مات هذه 3 ايام به، سيد في عمره 35 عام مات باش بكوفيد. كان كيتعصب، انا كيعيط لي في التليفون كيقول لي راه كاين واحد الاهمال كبير هنايا، راه الناس هنا كتغوص، راه ما كاين لا رعايه لا والو. ما يمكنش دابا انت محطوطين عندك الناس ديال كوفيد اللي هما هنايا حاله خاصه، ماشي واحد مضروب ولا يدير عمليه ولا هذا، راه كوفيد عباد الله هذا راه وباء، والوباء راه معروف لا في الدين ديالنا ولا في الدنيا ديالنا، الوباء معروف شنو يعني. هاد الناس هادو خصهم واحد الرعايه، وخصوصا الا كان هذا السيد هذا كبير في العمر، هذه النقطه الاولى. عنده السكر النقطه الثانيه، عنده الطونسيو الثالثه. اجي انت تعاملوا بهذه الطريقه هذه، وتخليه يكره هو هذا السبيطار هذا، وتخليه هذه وظيفه ديال المسؤول. الطب راه خصك الطب قبل ما يكون معالجه راه كيكون معامله، راه الناس كيعاملوا غير بالتعامل كيبرى بنادم، غير بالتعامل ماشي وهذا اللي عندي ما نقوله. دابا حنايا مازالين واقفين هنايا في هذه الساعه هذه، مازال ما عرفنا والو على الخال ديالنا، ما مشينا ما خلينا حتى باب طرقناه. حنا دابا جات الصحافه تصور هذا الشيء هذا، نتمنوا ان شاء الله يخبر يوصل الخبر للمسؤولين ولقاو غير حل، نشوفوا غير الخال ديالنا واش لاباس ولا لا. حنا اصلا جابوه دابا هذه دو جوغ على اساس انه عنده ضيق في التنفس، والسيد مرض مزمن سكر وطونسيون سي نورمال، وهاد الظروف اللي كنعيشو ديال كوفيد حنا اصلا مشاو داوه طبيب اختصاصي داروا له سكانر قال لهم راه فيه كوفيد، فجابوه هنا المحمد السادس داروا له تحليله وحده اخرى. ديك التحليله لحد الان ابخي دو جوغ ولا تخوا جوغ مازال ما خرجاتش تحليله. مشينا للدار ماشي ساعه ميم با ساعه تنسمعوا الاخت ديالي تيقولنا بان راه في الفيسبوك تيقول لنا بانه انتحر. كيفاش غنتلقاو؟ تخيلي انت كيفاش غتلقاي هذا الخبر؟ جبتي السيد على اساس انه مع العلم انا حاجه اللي كنبغي نسجل هنا ان ان ان, أن الاخ ديالي ما مريض نفساني، الحمد لله زرته هذه يومين، هضر معايا بكل لا لوجيك، القمه ديال لوجيك والقمه ديال الديانه. واش الانسان اللي كيقول لك ان لله وان اليه راجعون غيلو حراسو، غيقولي لبنتي غيلو حراسو؟ سي با لوجيك. انا جو سي با ولدي، انا طلبت منهم غير نشوفوه، جا معايا لو سوبيريور شي واحد سوبيريور وقلت له الله يخليك اسيدي بغينا غير نشوفو هاد السيد واش ميت واش عايش واش عندكم. ياك وزاره الصحه يوميا كيعطيونا في المساج ديالهم، رحنا تنجهزوا رحنا تنديروا المواطنين تيعاونوا، سيدنا الله ينصرو حتى هو قدم الدعم، كلشي قدم الدعم، صندوق ديال كوفيد داروا هاد
اول راني تلفه هاد الشيء يقولوا له بانهم مستشفيات وحدين اخرين وتيبينوا لنا داك الشيء في التلفازه، راه تقول هذه هي الجنه ونعيمها. احنا سيف غير شابو، تنقولوا للميديسان شابو، تنقولوا للسلطه شابو، تنقولوا حتى سيدنا الله ينصرو وهذا، ولكن يفسروا لنا هذا الاهمال. انا دخلت دابا هنا تفاجات، فين هما الكمامات؟ فين هما فين هما هذا؟ واش لوبيتال مليوح فيه حاجه كلينكس مسحين هاكا؟ دخل انت كلينكس غير مليوح، الزبل حاجك غير مليوح. واش هذا؟ هذا سبيطار؟ واش هذا سبيطار فيه الناس كيعانيو من هذا الوباء اللي ربي بلانا به؟ وبالتالي نجيو نقولوا حنا ان المواطن ما كيلتزمش الاساسيات، الاساسيات بالاساسيات. شفنا الناس مساكن جايبين بطاطانيات وناعسين في الارض، جايبين بطاطانيات وناعسين في الارض، تيقول لك ما كاينش اللي يهضر معاهم. منين قلت للسيد لو سوبيريور، قلت له انت ماشي هذا القمه نتاع الاختصاص ديالك، وريني شكون مع من نهضروا. على سيدنا مسكين كيمشي يدور ومع العلم انه مريض، مريض انسان مريض، وكيمشي يدور ويقلب ويساعد الشعب ديالو، وحنا مدير يبقى ناعس متكي مع راساتو باش نقولوا له اجي تشوف شنو كاين. لا، البريستيج نتاع ميديسان ولا البريستيج نتاع وزير، هادشي ما خصوش يكون. حنا تنقولوا دولة الحق والقانون، فين هو هذا القانون؟ فين هو هذا الحق؟ فين هي الكرامة الإنسان اللي أضعف الإيمان أنه يداوى يشوفوا فين هاد النظافة اللي كاينة هنا؟ فين شمن النظافة؟ هادو هما لي زوبيتون تاع المغرب، هادي هي لي زوبيتون تاع المغرب، هادو هما التجهيزات اللي داروا. ما فهمتش أولدي، ما فهمتش. وحنا لحد ولدي لحد الان مازال مأثرين، ما عرفناش خونا واش ميت واش عيش، ما دخلناش حتى في بالنا بانه انتحر، ما دخلناش. هو واش اللي مريض الله يخليك كيصيفط له زوديو، تيصيفط له زوديو الله يخليكم. انا كنناشد الناس اللي خدمت معاهم، كنناشد الموظفين، كنناشد الرؤساء ديالي، كنناشد الجيران ديالي، اعتقوني. تيقول لنا اعتقوني، هادشي راه كاين باوديو مسجل، مناش غنعتقوه؟ حنا جبناه في السبيطار نتاع مناش مأمنين عليه، قلنا باننا مأمنين عليه حتى تنسيقوا الخبر بانه انتحر. انتحر واحد الانسان، وهذيك الفرمليه اللي قال لها عطيني الصندله ديالي، واش هذه انسانيه؟ تقول له هبط جيب، هذه هي الانسانيه، هذه تمثل الميت، هادو هما ملائكه الرحمه. هكا الناس كيكونوا، هكا حنا بغينا نكونوا مسلمين وسودي. هكا هذه هي ليماج اللي كنعطيو للمغرب، واش هذه هي ليماج اللي كنعطيو؟ شنو هي؟ حنا ما فهمتش اولدي، والله ما بقى لي ما نقول، والله ما بقى لي ما نقول اولدي، ما بقاليش. انا بغيت غير نشوف خاي، نشوف خاي واش حي ولا عيش، واش حي ولا عايش. شنو واش كينتظروا حتى الله يحفظ يقولوا لنا راه مات، ويقولوا لنا راه مات بكوفيد، ويديروه في خنشة ويمشيو يدفنوه ما نشوفوش، ويخطيو على شي جريمة الله أعلم. أنا ما كنتهمت حتى شي واحد بوان دانتيغوغاسيون، ولكن يقولوا لنا يعلمونا. حنا عندنا السيد الموت راه لينا حق، راه حنا مسلمين عارفين راسنا غنموتو سواء بكوفيد ولا من غير كوفيد، ولكن يعلمونا يجيبوا لنا غير اللي يهضر معانا، ما لقيناش حتى مع من نهضروا. هادشي علاش حنا قبلنا أولا أن نهضروا في الصحابة، اما ما عندناش والله ولدي حتى ما عرفناش فين نمشيو، فين غنمشيو ومنين غنجيو، ما عرفناش والله، ما عرفنا خير.